في كل قضايا الفساد التي تمت بعلمك ووجودك ومشاركتك في مجلس الوزراء أيا كانت الصفة التي تحملها، هل أعدت للمال العام دينارا واحدا؟ سؤال. هذه الأسئلة لك. بعطيكم فقط مثال، يعني على عقد موقع في 19/10/2016، تقديم خدمات استشارية لإدارة المراكز الثقافية ومتاحف حديقة الشهيد، 3 مراكز، مركز عبد الله السالم، مركز جابر الأحمد الثقافي، وحديقة الشهيد. تقديم خدمات استشارية، يعني مو عقد تشغيل ولا إدارة ولا صيانة ولا إنشاءات. قيمة هذا العقد، يتعهد الطرف الأول بموجب هذا الاتفاق أن يدفع إلى الطرف الثاني لقاء تقديم الخدمات الاستشارية مبلغ وقدره 51,900,000. أبو عبد العزيز وليد، 51,900,000 خدمات استشارية. خدمات استشارية، مو عقد إدارة، مو عقد تشغيل، مو عقد صيانة، خدمات استشارية. السبب المستفز في كل هذه الأوامر إنك مو شخصية طارية على المشهد السياسي، أنت موجود في كل فضائح الفساد من 2007 حتى اليوم. ولذلك ما يستفز ما هو فقط وجودك في المشهد السياسي، هو الحديث عن التعاون، الحديث عن القبول. ولذلك من يقبل أو يتعاون عليه أولاً أن يجيب نيابة عن الشيخ عن هذه الأسئلة المقدمة الأربعة، بعدين تعاون على كيفك.